أول جملة معانا هنا بيقول harm or injury that result or may result from some action or judgment is called. طبعا الإجابة هتبقى كلمة prejudice. يعني إيه كلمة prejudice؟ يعني ضرر. هي على فكرة جاية في المنهج بمعنى تعصب، بس من ضمن معانيها برضو كلمة ضرر، يبقى هو أذى أو ضرر بينتج نتيجة لبعض الأفعال. طبعا ده اسمه prejudice، يعني تعصب أو ضرر. الجملة الثانية اللي معانا بيقول the teacher used to scold his students severely due to their behavior. The underlying word scold can be replaced by. يعني المدرس اعتاد ان هو يوبخ. كلمة scold معناها يوبخ الطلاب بتوعه اكتر من مرة علشان السلوكيات الوحشة يعني بتاعتهم. كلمة scold دي ممكن نستبدلها بكلمة ايه؟ طبعا كلمة blame. يعني ايه كلمة blame؟ يعني يلوم برضو. كلمة praise يعني يقدر، كلمة encourage يشجع، وكلمة force يعني يجبر. طبعا scold يعني يوبخ، blame برضو تيجي بمعنى يوبخ. الجملة رقم 3 معانا بيقول he was fortunate to have such wonderful teachers. The antonym of the underlying word fortunate is. يعني كلمة محظوظ انه يبقى عنده مدرسين رائعين زي دولت، مضاد كلمة محظوظ ايه؟ طبعا unlucky. كلمة unlucky يعني غير محظوظ. الجملة رقم 4 بيقول Rana started writing her space since she was young. She recorded all her daily activities and feelings. يعني رانا بدأت تكتب مذكراتها اليومية من وهي صغيرة. هي سجلت كل حياتها اليومية ومشاعرها. طبعا diary، كلمة diary دي اللي هي مذكرات أو يوميات. أما كلمة diary دي معناها معمل ألبان. كلمة biography يعني سيرة ذاتية يكتبها شخص آخر، يعني صحفي مثلا بيكتب عن محمد صلاح، يبقى دي اسمها biography. الجملة رقم 5 بيقول لي she wasn't chosen for the vacant position in the company as she wasn't space enough. طبعا الإجابة هتبقى كلمة qualified. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي لم تكن مؤهلة ان هي تاخد الوظيفة الشاغرة. كلمة vacant معناها شاغر. vacant position يعني وظيفة شاغرة في الشركة. as she wasn't qualified enough، لان هي مش مؤهلة بالقدر الكافي. الجملة رقم 6 بيقول لي the series is very interesting so the viewers are waiting with space to its end. طبعا waiting with bated breath يعني ينتظر بفارغ الصبر. الكلام ده خدناه في يونت 1. الجملة رقم 7 معانا بيقول we need to space some modification for some pieces of furniture. يا ترى make do exert act. يعني احنا محتاجين نعمل بعض التعديلات على بعض القطع الاساس. طبعا لما نستخدم الفعل make لما اجي اتكلم عن الخطط واتخاذ القرارات، تاني بنستخدم ميك لما اجي اتكلم عن الخطط، انا مخطط اعمل حاجه او هتخذ قرار معين، يبقى طبعا هنا ميك سام موديفيكيشنز يعني اجراء بعض التعديلات. الجمله رقم 8 معانا بيقول باي ذس تايم نيكست ويك ويل سبيس. طبعا الاجابه الصحيحه هتبقى الاولى دي اللي هي ويل هاف جوت اور هاوس بينتد. طبعا كلمه باي وفتره زمنيه في المستقبل بيبقى زمن الجمله على طول مستقبل تام، بيبقى زمن الجمله مستقبل تام بيكون من ويل هاف والتصريف الثالث للفعل. الجملة رقم 9 بيقول the match was cancelled space heavy rain. يعني المباراة تم إلغاؤها owing to heavy rain. طبعا owing to because of دي بيجي بعدها اسم أو فعل مضاف لإنجي. طبعا هنا heavy rain يعني المطر الغزير، يبقى أنا لازم أخد كلمة owing to. طبعا كلمة because بيجي بعدها فعل وفعل، in spite بيجي بعدها حرف الجر of. كلمة nevertheless دي بيجي بعدها بتعبر عن التناقض، تعبر عن الجمل المتناقضة. هنا مفيش تناقض. الجملة رقم 9 معانا بيقول which of the following is structurally correct. يعني انهي من ديت مضبوطة لغويا بشكل صحيح. طبعا الإجابة هتبقى letter B لأن دي بدائل F في الحالة التالتة. بديل F في الحالة التالتة بستخدم had وبعدين الفاعل وبعدين التصريف التالت وبعدين would have والتصريف التالت، دي حالة تالتة. طبعا الحالة التالتة قلنا إن بديل F فيها ممكن أشيل F وبدل الفعل المساعد اللي هو had مع الفاعل اللي هو كلمة they، وبالفعل دي هتبقى الإجابة الصحيحة. الجملة رقم 11 بيقول she was proud space get the first prize. طبعا دي جملة يعني رخمة للطلبة شوية. هنا لازم ناخد كلمة proud to. proud to معظم الطلبة هتاخد proud of، بس طبعا الإجابة هتبقى proud to. ليه؟ لأن proud of بيجي بعدها noun phrase something يعني شيء معين. proud of يعني فخور بحاجة معينة. أما كلمة proud to بيجي بعدها verb phrase، يعني بيجي بعدها verb in infinitive form يعني فعل في المصدر. infinitive يعني المصدر. الجملة رقم 12 بيقول my parents never allow space to the cinema during exams. طبعا allow لو جاء بعدها مفعول باخد طول مصدر، اما لو ما جاش مفعول باخد فعل. الجملة رقم 13 بيقول لي having space the criminal was sent to prison. طبعا الإجابة هتبقى being arrested. بعد ما قبض عليه المجرم تم إرساله إلى السجن. طبعا المفروض إن having بيجي بعدها التصريف الثالث
بس هنا مفيش الجملة مبنية للمجهول، يبقى لازم أحط بعدها كلمة been والتصريف الثالث للفعل. الجملة رقم 14 بيقول she was the woman space we have heard so much، طبعا about whom يعني دي كانت المرأة التي سمعنا عنها الكثير. الجملة رقم 15 بيقول which of the following sentence must end with an exclamation mark، يعني أي من الجمل التالية يجب أن تنتهي بعلامة التعجب. يا ترى what's your favorite view here؟ ولا what a lovely view you have here؟ ولا how can you find this view؟ أو ولا how about finding a lovely view here؟ طبعا الإجابة هتبقى letter B what a lovely view. كلمة what a lovely يعني يا له من منظر رائع لديك هنا، أنا هنا بتعجب، يبقى لازم exclamation mark. الجملة رقم 16 بيقول supporting sentences are included in the space of the paragraph to reinforce the topic sentence of the essay، يعني الجمل المساندة أو الجمل الداعمة دي بتشتمل فين بتاع الباراجراف علشان تقوي أو تعزز التوبيك سنتنس يعني الجملة الرئيسية بتاعة المقال. طبعا هي بتتحط في البادي، البادي يعني جسم الموضوع، كلمة بادي معناها جسم الموضوع علشان تدعم الجملة الرئيسية بتاعة الموضوع. الجملة رقم 17 بيقول all the following can be used to write an online profile except، يعني كل اللي جاي ده ممكن تكتبه في البروفايل بتاعك على الانترنت ما عدا طبعا mutual friends and relatives، يعني الأصدقاء المشتركين أو الأقارب المشتركين بينك وبين صديق. طبعا الحاجات دي ما بتكتبهاش، هي بتظهر أصلا لما بتشترك على صفحة حد معين.